حلقة اليوم هتكلم عن أخبار الشوزات اللي نازل شهر جون. مرحبا أنا حمد طاهر ويا أهلا فيكم في قناتي. زي ما عودتكم حلقة اليوم هتكلم عن أخبار الشوزات اللي نازلة في شهر جون واحدة واحدة بالتفصيل، متى اليوم اللي نازلة فيها، كم سعرها، إيش رأي. قبل ما نبدأ لا تنسى أضغط زر اللايك، اشترك في القناة ودعمني، فعل جرس التنبيهات عشان تجيك الفيديوهات الجديدة، وسوي شير قد ما تقدر للمقطع. جوردن 1 لو أو جي ميتاليك سيلفر هتنزل في أمريكا يوم 1 جون بسعر 140 دولار. هذه شوزات الجوردن اللو الأو جي، بقصة الأو جي مختلفة عن قصة الجوردن لو العادية. نزل قبلها قبل فترة نزل الجوردن هاي الميتاليك سيلفر وما عجبني، وبرضو ده ما عجبني، وهذا هنزل وما هيكون عليه ريسل وما هيكون عليه طلب، مرة ما أنصح بالشوز ده. دانك هاي اس بي نافايو ار دي ارو جرين وود، هذا اسمه كده اسمه غريب صراحة، هتنزل في أمريكا يوم 1 جون بسعر 140 دولار. مش بطالة، اس بي ألوانها غريبة. لو عجبك الشوز ده خلي بالك، ترى الشوز ده مرة صعب في اللبس، يعني مرة ما أعرف كيف هتلبسه، ممكن أسود أبيض إيوه أوكي، بس ألوان التانية مرة صعب في اللبس. مش بطال، ما أتوقع يكون عليه ريسيل، أنا بصراحة ما أنصح به. أديداس جزيل بلاك وايت جم هتنزل في أمريكا يوم 1 جون بسعر 110 دولار. هذه شوزات الجزيل زي السامبا، إحنا لسه في الموجة حقت السامبا، منزلين الجزيل هذه، سعرها 110 دولار بس عليها ريسيل، سعرها الآن 280 دولار، هيكون عليها ريسيل عال، يعني هتنزل ل 200 دولار ل 180 دولار. هذه عليها طلب، إذا ما عندك سامبا ولا عندك جزيل وتبغى دال ستايل وعجبك اللون الأسود بالقم هذا اللي بالبني، 1 جون 110 دولار. أديداس بوسنتز جراي ريد هتنزل في أمريكا يوم 1 جون بسعر 110 دولار. ما أعرف إيش شوزات الأديداس البوسنتز هذه، أعرف الجزيل أعرف السامبا، هذا ستايل جديد، هي كأنها سامبا كأنها جزيل، عليها طلب ترى ده الشوز، رغم إنه هينزل يوم 1 جون ب 110 دولار، هذا الشوز سعره الآن 300 دولار، هينزل 200 دولار 250 دولار، عليه طلب الشوز ده. إذا أنت لسه برضو كالعادة بقول لك، إذا أنت لسه في الموضة ولا في الموجة حقة الأديداس السامبا، يوم 1 جون ب 110 دولار. بوما دينيس شرودر أول برو نايترو جولد بلاك هتنزل في أمريكا يوم 1 جون بسعر 160 دولار. هذه شوزات دينيس شرودر لاعب كرة السلة اللي كان يلعب في الليكرز، اللي شعره من هنا كده شوية مصبوغ. هذا اللاعب ترى لاعب كرة سلة ألماني، الناس حسب إنه أمريكي بس هو ألماني. منزل مجموعة شوزات بستايلات، هذا اللون اللي هو الجولد بلاك يوم 1 جون، سعر 160 دولار، مش بطال، عليه ريسيل عليه طلب هذا الشوز، أنا بصراحة ما أنصح به. جزيل ماجيك بيج هتنزل في أمريكا يوم 1 جون بسعر 110 دولار، هذا عجبني يا جماعة، رغم إنه إصدار نسائي بس عجبني، وعليه ريسيل سعره الآن 300 دولار، هينزل ل 200 دولار زي ما قلت لكم. إذا أنت لسه برضو في الموجة حقت السامبا، there you go 1 جون 110 دولار. أديد السامبا سيمي بلو براست جم هتنزل في أمريكا يوم 1 جون بسعر 110 دولار، هذا الشوز ما عليه طلب، مرة ما عليه طلب عشان ألوانه يمكن، بس أديد السامبا 1 جون يا جماعة مرة ما عليه طلب، مرة ما أنصح به. جوردن 38 لو وايت ميتاليك جولد هتنزل في أمريكا يوم 1 جون بسعر 180 دولار. جوردن 38 يا جماعة، جوردن 38 يعني في 38 جوردن، جوردن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بلا 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 إلين 38. أنا أول مرة أعرف، بس ما عمري شفت واحد لابس جوردن 38 38، هذا 38 ولو يعني لسه في هاي كمان، صراحة ما أنصح به. محبين ناروتو، الناس اللي يحبوا الانيميشن حق ناروتو، الناس اللي تقارن ناروتو بوان بيس، باي ذا واي يا جماعة قصة جانبية، سألت ناس كتير اللي هم الهارد كور انيميشن فانز، ناروتو ولا وان بيس؟ هذا سؤال مرة كريتيكال، مرة حرج، ناروتو ولا وان بيس؟ ناس كتير بتقول وان بيس اللي هم الوانابيس، وناس كتير بتقول ناروتو. لاحظت انه الاولد سكول القدامى يحبوا ناروتو، يقول لك ناروتو نمبر 1 انيميشن. طيب في ناس تانية تقول لك لا، وان بيس وان بيس قضى على الكل، ناروتو ولا وان بيس؟ انا بصراحة اي ترست الاولد سكول، الناس القدامى، انه ناروتو افضل من وان بيس. طبعا هيطلعوا لي الوانابيس كالعادة، يعني الفيديو اللي فات الكومنت اتفجر عندي، وان بيس عمك وان بيس عمك، ما اعرف، انا اشوف انه ناروتو كاولد سكول فانز اللي قالوا لي ناروتو افضل من وان بيس، ما اعرف، انتوا اكتبوا لي في الكومنت. قصة جانبية، محبين ناروتو جايب لكم خبرية حلوة. كروكس، تعرفوا شوزات الكروكس او صنادل الكروكس، منزل 4 كروكسات. اول واحد اللي هو ناروتو كلاسيك كلوغ ايتاتشي، ايتاتشي اعرف انه صح في شخصية ايتاتشي هذا باللون الاسود، في برضو منزلين اللي هو ناروتو الكروكس ساسوكي، اتمنى بقول اسمه صح، هذا شكله غريب كده في حبل باللون الابيض والبيربل واللون البينك هذا ساسوكي، وبرضو منزلين ميناتو نامازاكي
نماكازي، ميناتو نماكازي. يا جماعة أعذرونا على النطق، البرونانسيشن عندي ما أعرف، ما أعرفهم صراحة الشخصيات دي. وبرضو منزلين ناروتو، هذا رابع واحد، ناروتو جيرايا ما أعرفهم. هذول الأربع الكروكسات كلها نازلة يا جماعة محبين ناروتو يوم 6 جون اللي يحب ناروتو. فقلت أقول لكم الخبرية هذه. ما أعرف، أنا أحس إن الكروكس حق ممرضين، حق تمريض، أحسه كده حق تمريض. أنا مستحيل ألبس كروكس ومشي بالشارع، يعني ألبس فوم رانر، ألبس سلايد، ألبس السلايدات الثانية، ألبس الأشياء حقت الإداس الفوم، بس ما أقدر ألبس الكروكس يعني بالذات بالديزاينات هذه، أحس حق التمريض. بس حبيت أقول لكم الخبرية دي حقت ناروتو الكروكس. برضو يا جماعة يوم 6 جون نازلة معانا الكونفرس، الكونفرس هذه الون ستار أكاديمي برو، هذه الألوان اللي أنتم شايفينها هتنزل يوم 6 جون، هذا بسعر 85 دولار وهينزل برضو البوت منه بسعر 80 دولار. طبعا أنا عاجبني هذا البوت الكونفرس اللي باللون هذا، ترى ألوانه مرة حلوة يا جماعة، أكثر من اللي هو الون ستار أكاديمي اللي هو اللو. زي ما قلت لكم 6 جون، هذول الاثنين هينزلوا يوم 6 جون. Air Force One Black هتنزل في أمريكا يوم 6 جون بسعر 140 دولار، كلها باللون البلاك. طايحين دحين في Air Force One البلاك والأحمر، اللون كله أحمر، المونوكروماتيك أحمر أسود رمادي لون أصفر اللي هي الأوف وايت، هذه باللون البلاك. طبعا الكلاسيك هي اللون الأبيض، هذه هتنزل يوم 6 جون بسعر 140 دولار. أنصح بيها للناس اللي تحب شوزات Air Force One واللي تحب الشوزات اللي باللون الأسود. Zoom Kobe 4 Protro Girls Dad هتنزل في أمريكا يوم 6 جون بسعر 180 دولار، هذه شوزات كوبي براين، ما أعرف هي الجي دي ولا البنت الثانية، باللون هذا الأخضر واللون الأسود عليها طبعا طلب. شوزات كوبي فور في العادة جات فترة زي ما قلت لكم لعيبة كرة السلة مجانين على الكوبي فور، كلهم كانوا بيلبسوا كده، جات موج كل لعيبة السلة بيلبسوا الكوبي فور، ومن زمان ما نزلوا الكوبي فور. هذا والله لونه مش بطال وعليه طلب يا جماعة، 300 دولار هنزل 250 دولار، يعني عليه ريسل. اللي يحب شوزات الكوبي فور أنا بصراحة أنصح بيها. لبران 21 The Sharp Metallic Gold هتنزل في أمريكا يوم 7 جون بسعر 210 دولار، هذه شوزات لبران جيمس لاعب كرة السلة لبران جيمس، كولابريشن مع البروغرام اللي هو موجود فيه اللي اسمه The Sharp. يقعدوا كده فوق كراسي حلاقة، يقعدوا كده فوق كراسي حلاقة يحرقوا شعورهم ويقعدوا يدردشوا على أشياء كلتشر، على أشياء باسكتبول. منزلين هذا الشوز كولابريشن مع The Sharp، مكتوب كولابريشن مع ذا شوب لبران جيمس بالالوان حقت الشو اللي هو ذا شوب. انا بصراحه مو عاجبني، ما تعجبني شوزات لبران جيمس كلها بصفه عامه، لو عاجبني كولابريشن مو عجبتني الالوان، فصراحه ما انصح به. زوم فوميرو 5 لايم جرين هتنزل في امريكا يوم 7 جون بسعر 160 دولار، لسه احنا في الموجه حقت الفوميرو. الفوميرو 5 يا جماعه مغرق السوق، نزل كل الالوان حقت الفوميرو، حرفيا كل الالوان حقت الفوميرو. انا ما تعجبني شوزات الفوميرو كثير لسبب واحد، انا تكلمت عنه 100 مره انها احس للنيو بالانس. لو ابا اخد انا بوميرو 5 هاخد الميتاليك اللي هي السيلفر ديك القديمه اللي هي الكلاسيك اللي اول واحده نزلت، احسها تمشي مع اشياء كثير. صح انه اشوفها مشابهه للنيو بالانس بس اخد دي. اللايم جرين ده ما اعرف حيكون عليه ريسيل ولا لا، الوانه مش بطاله، تحسها كده ريترو قديمه شويه. الفوميرو 5 يعني اللي ما يعرف واحده من اريح الشوزات حقت نايك، اللي يبغى شوز مريح وعاجبه ده الشكل ياخذ الفوميرو 5، انصح بيها للناس اللي تبغى شوزات مريحه. جوردن 6 وايت اند بلاك هتنزل في امريكا يوم 8 جون بسعر 200 دولار، مره ما انصح بيها، انا ما احب شوزات الجوردن 6. لو تبي تاخذ جوردن 6 خذ الجوردن 6 الاوليف الترافيس سكوت او الثاني ذاك اللون البني ما اعرف ايش اسمه الساند اي ثينك، هذا لو تبي تاخذ جوردن 6 خذ الترافيس سكوت، بس الجوردن 6 انا ما تعجبني. 8 جون 200 دولار مره ما انصح بيها. جوردن ريترو لو او جي برونز، البرونز بالالوان هذه اللي انتم شايفينها تنزل في امريكا 13 جون بسعر 140 دولار. جوردن لو يا جماعه الاو جي مره عجبني قصته اكثر من العادي من اللو العادي، هذا اللون البرونز يمشي مع اشياء كثيره باللون الجري، حطوا في بالكم السووش باللون الأسود يعني هيمشي مع أشياء كثيرة في اللبس. سعر 140 دولار ما عليه طلب يا جماعة، 13 جون. لو تبي تاخذ جوردن لو في عندك أوبشنز تاني أحسن من هذه، هينزل صح جابوا خبرية إنه هينزل الجوردن لو الشيكاغو، الناس اللي بتستنى طبعا بس مو مضمون إنك تاخذه، فإذا عجبك ده لو قدرت تاخذه بسعر الريتيل ده يقو، ما قدرت صراحة ما أنصح به. ASICS Limited Edition SBTG جيل كيانو الباترول باك هينزل اللون الكريم وهينزل اللون البلاك، هينزل بسعر 180 دولار في أمريكا يوم 16 جون، ما أنصح باللون البلاك مو عاجبني، ما عليه طلب، بسعر 260 دولار، من 200 دولار ل 260 دولار. اللون الكريم حلو وزي ما قلت لكم هذه سنة الASICS، هذه سنة الASICS، أنصح باللون الكريم على الريتيل بس اللون البلاك ما أنصح به. KD 17 Producer Pack بينك، بينك حسب ما فهمت إنه بينك هذا Producer
كمنتج حق اغاني، منزلين الكي دي اللي هو كيفن دورانت 17 على الثيم حقه. حتى مكتوب هنا يا جماعه انه هو ديليفر كولابوريشن ريليز مع الهيب هوب بروديوسر اللي اسمه بينك. ما اعرف مين هو الهيب هوب بروديوسر هذا، المنتج حق الهيب هوب اللي اسمه بينك، بس الشوز ده جبار. اسفل الشوز بالشفاف ومكتوب من تحت بينك. شوز جيد يا جماعة، وترى عليه ريسل، يعني حبيت أقول لكم ترى عليه ريسل هذا الشوز، وشوز نادر. طيب نيجي لواحد من أحلى شوزات الشهر ومن أحلى شوزات السنة، وأنا أحب شوزات جوردن 3 اللي هو نينا شانيل أبني جوردن 3 بايو كوستل. هذه الألوان اللي انتو شايفينها باللون الأخضر باللون البيج، كولابريشن مع واحدة فنانة أفريكان أمريكان، أفريقية أمريكية، سوت الكولابريشن، هي أرتست ترسم، نزلت لها أشياء كتير قاعدة تتفرج عنها في الإنستغرام، والله يعني عندها أرت غريب شوية كده بالهذا اللي انتو شايفينها بالألوان هذه. ودخلت على الإنستغرام حقها، والله عندها فولورز 154 ألف فولورز نينا شانيل أبني، وحطت برضو فيديو، حطت البوست في الستوري برضو، حطت شوز حقها اللي نازل الكولابريشن، وبرضو كان عندها ساين اب انك انت تيجي تاخد الشوز ده. انا اشوف واحد من احلى شوزات السنة، احلى شوزات شهر جون، مرة جبار. طبعا الاسعار لا حقيقكم، الاسعار الان فوق $1,000، يعني هيكون عليها ريسيل فور شور، ما فيها كلام. اللي يقدر ياخد الشوز ده انا اشوفه احلى شوز شهر جون كده من الاخر. سيبوكم من الايزيات اللي نازلة، هذا احلى شوز شهر جون، مرة شوز جبار، كولابريشن زي ما قلت لكم نينا شانيل أبني، واحد من احلى الشوزات، مرة انصح بقوة، من احلى شوزات شهر جون. واخر شوز معانا في شهر جون اللي هو جوردن 13 الريترو الدون ريد. دون ريد مره ما تعجبني، في ناس كتير تعجبها جوردن 13، انا ما تعجبني. الالوان جيده، الالوان جيده، الشوز ده على ريسل، ريسل مره عالي، سعره الان $700 زي ما قلت لكم، هينزل يوم 25 جون بسعر $220. انا ما انصح بيه يا جماعه، بس اللي يحب الجوردن 13 هذه الوانه جيده بصراحه، وتمشي مع اشياء كثيره في اللبس وعلى ريسل، يعني لو قدرت تاخده بسعر ريتيل ذير يو جو. كده نكون وصلنا لنهايه اخبار الشوزات لشهر جون. الحلقه نزلت متاخر لانه صورت يا جماعه وراح كل شيء، حاولت امنتج من بدري، لقيت انه كل شيء راح، فاضطرت اني اصور مره ثانيه، يعني هذه حلقه ثانيه. اللي وصل لده البارت من الحلقه معناته عجبته الحلقه، اضغط لايك ويفعل جرس التنبيهات، اشترك في القناه ويدعمني ويسوي شير قد ما يقدر للمقطع. سناب اللي بيعرف عني برا اليوتيوب، انستغرام يا جماعه، التيك توك دائما مولع، وفي النهايه شير تيك، لا شير وتيك كير.